احسن حاجه طرات في 2022 سك لا كوب دو موند بيان سور. هي شي حاجه اللي كانت زوينه بزاف اللي جعلت المغاربه كاملين يفرحوا بالتاهل ديال المنتخب الوطني للنصف النهائي. شرفونا في قطر وخلاو بزاف ديال الناس يكونوا فرحانين. دوزنا اجواء زوينه اللي ما كتنساش وما كرهناش في 2023 نشوفوا هاد الاجواء وهاد لا فراترنيتي وهاد التماسك ما بين الناس يبقاو ونفرحوا اونصومبل ونكونوا ضاحكين. وبيان سور نتمنوا اهم حاجه حيتاش قبل من لا كوب دي موند راه كان الشعب بزاف كيعاني من غلاء الاسعار. كنشوفوا باللي كنشوفوا باللي سواء اللي ما عندوش ولا اللي عنده راه اوني توس زعما كنعانيو من هاد الشيء هذا. كنتمنوا انه يكون خير في 2023. في 2022 شنقول كاين تقدم عندنا من ناحيه البلاد زادت في التقدم ديالها. كيف ما تتشوف انت شو غير العاصمه الرباط ديالنا راه تعتبر دابا من احسن المدن الافريقيه اللي حتى شي مدينه ما توصلها في افريقيا. كنتمناو في 2023 زعما نزيدو نتقدموا خصوصا في شي ديال التعليم في الصحه في الرياضه اون جينيرال. ما حنا راه شعب كروي شعب رياضي. حنا المغاربه اول حاجه ناس متشبتين ببعضياتنا وكنبغيو بعضياتنا وهاد الحاجه بانت في 2022 بزاف. نحن شعب متضامن يا في الفرح يا في القرح كما كنقولوا. كنتمنوا في 2023 المزيد من العطاء البطاله بغينا الدراري يخدموا الاحسن الدول الافريقيه بالنسبه لنا حنا كمغاربه وبالنسبه حتى للمدن المجاوره راه الدول المجاوره حنا راه عندهم احنا الافضل. احسن حاجه طرات في 2022 هي التاهل ديالنا النصف النهائي. الفرحه اللي دوزناها مع المنتخب الاجواء الزوينه اللي عشنا معاهم بدلوا لنا الروتين وعرفنا القيمه ديال البلاد وشحال كنبغيوها وديك لا فراترنيتي اللي كاينه بيناتنا صراحه. وكنتمنى في 2023 انه يبقى ديما هذا الاتحاد بين المغاربه وهذا يبقاو ديما واقفين مع بعضياتهم في الزوينه وفي الخايبه. ونتمنوا انه يكونوا بعد التغييرات في الحكومه في يعني نقصوا لنا من الاسعار حيت الحقيقه صراحه زيرونا بزاف والناس كيعانيوا بطريقه صراحه مزريه. نتمنى يكون تغيير في 22 وكيبا لي داكشي زوين طرا بزاف ديال الحوايج. توب 1 غتكون مونديال بيان سور حيت ما كناش كنتسناوها. شكون غيقول لك غنجيبو 4 بلاص اصلا اللي ما فرحانينش راه 4 بلاص راه احسن من والو. بيان سور داز عام احسن من 2021. الحوايج الزوينه اللي دازو في 2022 هو هاد الجائحه ديال كوفيد. المهم حيد هاد الوباء الحمد لله والمنتخب فرحنا الحمد لله فرحنا واخا ما كنا زايدين باغيين نطمعوا في اكثر الفينال وكي الحمد لله. الاسعار طيحوا شويه الاسعار نقصوا شويه ونرجعوا حتى الثمن ديال المازوت حتى يرجع كيف كان حيت راه تقهرنا. احسن حاجه صراحه دازت في 2022 في المغرب هي لا كوب دي موند. 2023 ان شاء الله كنتمناو شي حاجه. المهم اي حاجه زوينه صراحه ماشي شي حاجه بريسيز ولكن اي حاجه زوينه. تاهل المنتخب النصف النهائي شي حاجه اللي ما عمرها ما كانت في التاريخ. والحوايج اللي كنتمناو في 2023 نقص الاسعار والبلاد تنمى والتعليم والصحه اهم قطاعات في البلاد. نتمناو خير ان شاء الله. 23 ما كرهتش يرخصوا لي الاثمنه باسكو حنا لي ستوديون كلينا العصا فرانشمان كلينا العصا. لي بارون بيان سور ما كياكلوا العصا ولكن حتى حنا زعما كتبغي تيكونوميزيتو ولكن ما كاين تا با مويان كاع. العام ديال 2022 داز مزيان الحمد لله. المغرب فرحنا هاد العام هذا واخا ما كناش كنتوقعوا منهم هاد النيفو كامل ولكن الحمد لله ربي وقف معانا. كيف ما قال الوالد الركراكي نديرو غنيه وغضرب في برا وراه ضربات في برا. والحاجه اللي كنتمناها في 2023 الواحد يديرها شويه ثقه في الله وما يكون على الخير. ولكن بغينا الزيادة ديال الصالير بغينا بنادم يتزاد له الصالير. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.